مراسل القاهرة الإخبارية سلامة عطلة معنا في التفاصيل. إذا أحييك يا سلامة، نتحدث عن هذه القمة الأوروبية التي تستضيفها غرناطة، وأهم الملفات التي يمكن أن تناقش في هذه القمة يا سلامة. قمة أوروبية أقل ما توصف بأنها شائكة. بعد أكثر من 500 يوم من بدء الحرب في أوكرانيا صارت اللغة كان ذات يوم بولندا هي أكثر الدول الأوروبية تشددا في دعم أوكرانيا، والآن تتراجع، كذلك سلوفاكيا، والآن الرعب من تراجع الولايات المتحدة الأمريكية. بعدما سئل المتحدث باسم البيت الأبيض في الولايات المتحدة لماذا أسقطتم دعم أوكرانيا من الميزانية المقيدة الجديدة، قال بأن الرئيس بايدن أنشأ تحالف من أكثر من 50 دولة لدعم الحرب في أوكرانيا ودفع هذه الفاتورة. يخشى الأوروبيون الآن من أن تتراجع الولايات المتحدة عن الدعم، وهذا يجعلهم في مأزق حقيقي، فمن أين يأتون بالمال لسد هذا الدور الأمريكي الذي كان يناصف تقريبا الدور الأوروبي في دعم أوكرانيا عسكريا. هناك الكثير من الموضوعات الجدلية التي تعيق التقدم في هذه القمة، خصوصا وأن المال غير موجود، وهناك خلافات كبيرة حول الميزانيات القادمة وقرارات معطلة. أيضا المشكلة في هذه المرة هي عدم الانسجام بين فرنسا وبين ألمانيا. تعرف بأن أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا، وقبل أن يتم التداول في الموضوعات السياسية والأمنية والعسكرية على مستوى بقية الدول الأعضاء، لا بد أن تجلس ألمانيا مع فرنسا في غرفة مغلقة وأن يتفقا معا، ثم تطرح المواضيع على باقي الدول الأعضاء. في هذه المرحلة لم يعد الانسجام قائما بين فرنسا وبين ألمانيا، لا توجد كيمياء بين الزعيمين المستشار الألماني والرئيس الفرنسي، وكذلك الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الائتلاف الثلاثي الحاكم يجعل القرار الألماني أكثر ترددا، فضلا عن الأزمات الداخلية التي تعانيها فرنسا. نعم. والمواضيع الخلافية الكبيرة فيما يتعلق بالأمن والطاقة والتصنيع والقدرة التنافسية بين الدولتين الكبيرتين، هذه هي الموضوعات من بين الخلافات. نعم. التي تهدد بأن تكون القمة الأوروبية فاشلة، وهي قمة غير رسمية على كل الأحوال، قمة غير رسمية لكي يهرب الأوروبيون من قرار المساءلة، ما هو القرار الذي اتخذتموه؟ طيب سلامة، وأنت في الأروقة يعني في بروكسل دائما يتم الحديث حول يعني التوسع في مستقبل الاتحاد الأوروبي وضم طبعا دول جديدة، لكن ما هي المعوقات التي تعوق هذا التوسع؟ هل هو يعني عائق مادي أم مصالح ما بين هذه الدول؟ هناك الكثير من المعيقات أولاها. على سبيل المثال إذا أخذنا أوكرانيا، على سبيل المثال أوكرانيا قوة زراعية كبيرة، تخشى جيرانها بولندا على سبيل المثال، سلوفاكيا، بلغاريا، تخشى هذه الدول من أن تأتي هذه القوة الزراعية الكبيرة وتلتهم هذه القوة داخل السوق الأوروبية الموحدة. هناك أيضا مشاكل في اتخاذ القرار. الأوروبيون لديهم مشاكل حقيقية في آليات اتخاذ القرار ولا يستطيعون أن يتقدموا. لديهم حاجة ماسة للإصلاح في آليات اتخاذ القرار، ولديهم خوف بل هلع من الإصلاح، لأنهم يخشون من أن يهبطوا إلى الأسفل ويعيدوا النقاش حول المواثيق المؤسسة للاتحاد الأوروبي في ظل هذه الخلافات. إذا ما فتحت هذه المواثيق مرة أخرى للنقاش وللمفاوضات، فإن هذا يهدد بانفجار خلافات كبيرة بين الدول الأعضاء. أيضا لماذا سيدخل الآخرون إلى الاتحاد الأوروبي؟ للاستفادة من السوق الأوروبية الموحدة. أعطيك مثال فقط حساني، هذا مهم جدا. السوق الأوروبية الموحدة يفترض أن تتكافأ فيها الفرص. الأدوية المنقذة للحياة في ألمانيا يحصل المريض على أدوية السرطان قبل عامين من وصول هذه الأدوية ذاتها إلى رومانيا. تخيل بأنه في السوق الأوروبية الموحدة في الأدوية المنقذة للحياة ليس هناك تساوي. إذن لديهم مشاكل كبيرة وغير مستعدين لمزيد من الانضمام ما لم يتم إصلاح هذه المؤسسات الأوروبية. تفاصيل مهمة إذن أشكرك عليها، كنت معنا فيها من بروكسل مباشرة سلامة عطلة مراسل القاهرة الإخبارية. أشكرك سلامة.